صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. صباح الفل يا ديان. صباح الفل يا فادي، صباح الفل يا رشا، صباح الفل على السادة المشاهدين. وحلقة جديدة وفقرات كالعادة متنوعة ودسمة للغاية، نتمنى انها ان شاء الله تنول اعجابكم. وهنبقى سوا بقى ايه انت لابس النهارده رسمي كده علشان الماتش؟ لا مش عشان الماتش، عشان المواجيز، عشان الاخبار بتاعتنا اخبار قويه جدا جدا، متصاعدات مستمره ومتواصله. فانت واخد الشكل الرسمي. قلنا يعني. بقى على طول. بص يا دياب، النهارده كل الاهلاويه، وخليني اقول مش كل الاهلاويه، كل المصريين، الجمهور المصري كله النهارده بيقول يا رب يا رب الأهلي إن شاء الله النهاردة على موعد مع كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الأفريقية. إن شاء الله هيواجه الترجي التونسي في مباراة العودة لبطولة دوري الأبطال الأفريقي إن شاء الله على استاد القاهرة الساعة 8 مساء. لو الأهلي النهاردة قدر إنه يحقق الفوز هيكون دي بالنسبة له اللقب رقم 12 في تاريخ البطولة، والبطولة دي هي البطولة الأقوى في القارة السمراء. مش بس كده، ده الأهلي لو إن شاء الله إن شاء الله، أنا بقولها بقلب بجد يعني، قدر إنه يحقق اللقب، الأهلي هيبقى هو الفريق الوحيد اللي بيغرد منفردا في الصدارة. ده الوحيد يعني إن شاء الله. ان شاء الله هو الاهلي يعني حتى بال11 هو بيفرد منفردا بكل الارقام القياسيه ما شاء الله. يعني مباراه النهارده على فكره بكل المقاييس هي مش سهله للغايه زي ما الناس بتردد، ودي حاجه انا مش حابب الناس ان هي تصدقها. المباراه صعبه جدا، لان تقريبا الترجي عنده نفس الطموح بتاع النادي الاهلي، عاوز يكسب البطوله لانه فريق قوي وفريق جماهيري وفريق الكل بيشجعه في تونس، وكمان هو فريق صاحب بطولات زيه زي الاهلي، فبالتالي عنده نفس الطموح اللي ممكن ينزل في الملعب. وفريق قوي بالمناسبة، يعني خطوطه الهجومية وتقفيله للملعب بيبقى بشكل كويس جدا. احنا طبعا عندنا عامل الارض، عامل الجمهور اللي ان شاء الله ده هيبقى عليه عامل كبير جدا، وجماهير الاهلي مش محتاجين ان احنا نديلهم اي تعليمات، جماهير الاهلي معتادة على مثل تلك الامور. يمكن دايما بنقول الجمهور هو اللاعب رقم 12 في الملعب، ولكن في حالة النادي الاهلي الجمهور هو رقم واحد من اول الدقيقه الاولى اللي بتدخل فيها اللعيبه، والشحن اللي بيتم شحنه للعيبه اللي هم لو واحد هيدي 50% فهو بيدي 250% عشان الجمهور اللي واقف حواليه بيقول وبيشجع وبيساعد وبيساند. عشان في النهايه نقول الف مبروك للنادي الاهلي زي ما قلنا الف مبروك لنادي الزمالك، وان شاء الله يبقى السوبر الافريقي ما بين اهلي وما بين زمالك. طب دياب، عايز اسالك سؤال بقى بالحماس اللي انت فيه، انا عارف ان انت اهلاوي قوي، يعني انت رايح بقى في الاستاد النهارده؟ ده سؤال يزعلني للاسف. ما عرفتش تشتري تذكره 20 دقيقة. ده مشكلة ان انت عايز تتفرج على الاهلي في مصر، فبيشجعوا بقى صغيرين وكبار وستات ورجاله. ما لقيتش ولا تذكره. اول 20 دقيقة السيستم اتفتح، 20 دقيقة التذاكر كلها سولد اوت. كلها في اول 20 دقيقة. طيب يعني ده يقول لنا ان النهارده الاستاد هيبقى شكله على اخره مبهر. مبهر يعني، انا بقول النهارده يعني احنا اكيد في اللي هيتفرجوا بقى على التلفزيونات بقى اللي ما قدروش يحصلوا، اكيد كل بقى القنوات الرياضيه هتبقى نقله يعني الموضوع. صح. ده هنشوف منظر ولا اروع يعني، هنلاقي اللون الاحمر هو اللي مسيطر، هنلاقي الاناشيد اللي بيقولوها الاهلي الالتراس اهلاوي، الحماس كله. وبعدين في تونس كمان مشجعينها في حوالي 8000 مشجع تونسي، وده نسبه كبيره جدا بالنسبه للمباراه بره ارضهم. طيب يعني تعال بقى، ده احساس